Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. طبعاً ما في طعام بناسب لكل الناس وما في نظام غذائي بناسب لكل الناس. كل إنسان طبيب نفسه ودائماً يجب استشارة الطبيب. يختلف لما إحنا بننزل وصفة، أنا أو غيري بننزل وصفة للكيتو دايت أو لمرضى السكري، هي ما بتناسب كل الناس. في ناس مريضة بالسكري معها ضغط، في ناس مريضة بالسكري معها قلب، في بعض أطعمة ما بتتناسب مع نوع دواء معين. كل إنسان معرض أنه يخطئ، يجب على الشخص أنه هو يتحرى المعلومة. اللي عنده مشاكل صحية يجب دائما استشارة الطبيب الخاص، هو أفضل مكان تأخذ منه استشارة هو الطبيب الخاص، هو أدرى في حالتك الصحية. إحنا بندي معلومات من عنا أو بندي خبرتنا إحنا، ولكن الإنسان عليه هو يتحرى المعلومة. الوصفة: عسل طبيعي لكل 100 جرام جوز الهند، نوضع له 100 جرام عسل طبيعي. انتو بتحطوا الكمية اللي انتو بدكم اياها، بتوضع الكمية اللي بدكم اياها، نفس الوزن الاثنين. نخلط المكونات مع بعض، وانا حديكو كتير خيارات، حديكو خيارات بدال العسل. نخلط المكونات مع بعض وبنسكب اي وعاء متوفر عنا، وبنضغط مكونات جيد، بنضغطهم. اي اداة متوفرة عندنا بنضغط فيه، ممكن في كوب بنضغط، المهم نضغطهم جيد. نضعها بالثلاجة اقل شيء 4 ساعات قبل التقديم والتقطيع، اقل شيء 4 ساعات. بديل العسل: 100 جرام دبس التمر، لكل 100 جرام جوز الهند 100 جرام دبس التمر. واذا انتو بدكو عملكو دبس التمر، وصلوا الفيديو ل4000 لايك، بعرف انه انتم معنيين في وصفة دبس التمر. ممكن وضع اي نوع مكسرات اختياري مع الخلطة، جوز، فستق حلبي، اختياري حسب ذوقكم. نسكب اي اداة متوفرة عندنا، ممكن في الزجاج، ممكن في الالمنيوم، اي شيء متوفر عندنا بنسكب المتوفر عندنا، بنضغط جيد. ممكن نوضع مكسرات بعد ما احنا نعملها، نضغطها، نوضع مكسرات ونضغطها تاني، بكون الشكل كتير روعة. وهذا حسب ذوقكم، انا بديكو فقط خيارات. هيك طلعناه من الثلاجة، وهو يفضل 4 ساعات، ولكن أنا استعجلت عليها، هو يفضل أقل شيء 4 ساعات. مثل ما انتم شايفين كتير روعة، عشان احنا نقدر نقطعها ونقدر نتحكم فيها. ممكن احنا نعملها، حفرجيكم ايش ممكن نعملها، مثل هيك كرات نعملها، او نخليها مثل ما هي مربعة حسب ذوقكم. تشكيل انتو بتشكلوا حسب ذوقكم، يا بتخلوها مربعة يا بتعملوها مدورة. ممكن نعملها هيك مربعة، نخليها مثل ما هي، يعني الموضوع بسيط كتير سهل. بنطلعها من الثلاجة، نفس الشيء، وبنقطعها اي شكل انتو بتحبوه بتقطعوها. انه للزيادة هنعمله طبب، هنعمله للزيادة، يعني مش هنرمي ولا شيء، هنستغل كل شيء. اعملوا اللي بدكم اياه، انا بديكو فقط خيارات. مثل ما انتو شايفين نعملها بشكل كرة، انتو قطعوا بالشكل انتو بتحبوه، هي كتير روعة وكتير صحية. ممكن مربعات حسب، ممكن نزينها بالجوز. مثل ما انتم شايفين كتير هي روعة وكتير هي مميزة، وطعم بصراحة كتير روعة وما بدها مجهود. ممكن نغلفها
ممكن نعمل مشروع صغير بالبيت، نغلف نبيع، يعني بكيفكم. ممكن أيضا نلفها في ورق ألمنيوم، ورق سيليفان نلفها، كل هذا متوفر في الأسواق. الورق الألمنيوم متوفر في السوق، والنيلون سيليفان متوفر كله بالسوق، أنا متوفر. يعني ممكن أنتوا يعني تعملوا مشروع صغير في البيت، وهذا كتير مناسبة، يعني الواحد بيأكل أكل صحي وبيعرف شو بيأكل. في أمان الله، تزرونا بوصة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.